بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في سلسلة الموت. الحقيقة كل واحد منا ينبغي أن يستعد لهذه اللحظة. لا تدري متى يأتي الموت، قد تموت وأنت نائم، تموت في حادث، تموت وأنت في العمل. كل نفس ذائقة الموت، فينبغي كلنا أن نستعد أيها الأحبة لهذا اللقاء العظيم، لقاء رسل الله، لقاء ملك الموت. كيف سيكون شكلك وتفكيرك وأجوبتك لهذه الملائكة التي ستأتي لتقبض روحك؟ أيها الأحبة، أنا اليوم أحب أن أتناول موضوع يتعلق ب هل الجسد يتألم بعد الموت؟ يعني الإنسان الذي مات إذا قطعوه مثلا أو مثلوا بجثته أو أحرقوا الجثة، هل يتألم، هل يتعذب نتيجة هذا التعذيب بعد الموت للجسد؟ طبعا أيها الأحبة، قلنا في لقاء سابق ينبغي أن نقرأ القرآن جيدا. الإنسان هو عبارة عن ثلاثة أجزاء، مركب من ثلاثة أجزاء. أول جزء وهو الجزء الأقل أهمية هو الجسد، هو الأقل أهمية لأنه عبارة عن ذرات. خلقت أيها الإنسان من ذرات التراب، وبعد الموت سيتحلل هذا الجسد ويتحول إلى ذرات تراب، يتحول إلى المادة التي خلق منها. إذن هذا الجسد ليس له أي قيمة أيها الأحبة، هو عبارة عن مكون من مكوناتك أيها الإنسان. معظم مشاكلنا اليوم أننا نهتم بالجسد وبالصورة الخارجية وبالمظهر الخارجي، وننسى النفس والروح وهما الأساس. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني ينظر إلى عملك، سلوكك، إيمانك، إلى الأعمال الصالحة التي تقوم بها. الله تبارك وتعالى ينظر إلى هذه الأشياء المهمة وليس الجسد، لأن الجسد سيفنى أيها الأحبة. إذن مبدئيا يمكن أن نقول إن الإنسان بمجرد أن يموت وتخرج هذه النفس خارج الجسد، لأن هذه النفس تسكن في الجسد، عندما تخرج هذه النفس تخرجها الملائكة، ملائكة الموت، فإن هذا الجسد هو عبارة عن ذرات ليس له أي قيمة، لا يتألم ولا يحدث له أي شيء. ولكن على الرغم من ذلك النبي أمر بإكرام الميت، يعني حتى هذا الجسد أو هذه الصورة لها تكريم في الإسلام، لا يجوز أن تحرقها أو تعبث بها أو تقطعها أو تنتقم منها مثلا أو غير ذلك، لا يجوز أيها الأحبة. الإسلام يكرم الإنسان بروحه وجسده ونفسه حيا وميتا، هذه روعة الإسلام، هذه عظمة هذا الدين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن أيها الإنسان، في ظل الإسلام أنت مكرم حيا وميتا، ويوم تبعث يوم القيامة أنت كريم أيضا، ستبعث في أبهى صورة وستكون في أفضل موقف وستعامل أفضل معاملة، على عكس الملحد الذي يعيش حياة الضنك والتعاسة والاكتئاب ويموت وهو ذليل. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن هنا الضرب أيها الأحبة على الوجه والدبر. طيب قبل قليل قلنا إن الجسد لا يتألم، كيف يقول الله تعالى يضربون وجوههم وأدبارهم؟ هذا الموقف أيها الأحبة في غمرات الموت، ما قبيل الموت، لأن الله يقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، يتوفى. إذن عملية الوفاة عملية تأخذ زمنا، حتى لو كان 1 بالمليار من الثانية، ولكن هذا الزمن يساوي كل حياتك التي عشتها. هذا الزمن الضئيل جدا. سترى ملائكة الله وسوف يتوفون هذا الظالم أو هذا الكافر، هذا المجرم، يضربونه على وجهه وعلى دبره، أي من الأمام ومن الخلف. وذوقوا عذاب الحريق، بمجرد أن خرجت هذه النفس، كيف تخرج نفس المؤمن أيها الأحبة؟ ما الفرق بين المؤمن والملحد؟ كل واحد منهما سيموت، ولكن كيف تخرج نفس المؤمن أو كيف تخرج نفس الملحد؟ نفس المؤمن تخرج مشتاقة للقاء الله تعالى. لا يشعر المؤمن تقريبا بألم يذكر إلا سكرات الموت، يعني ما قبيل الموت تكون نفسه تواقة للجنة، لأنه يرى مكانه من الجنة. كل إنسان أيها الأحبة، كل واحد منا، مجرد أن جاء أجله واقترب الموت، سوف تأتي رسل الله، ملائكة لا يعلم عددها إلا الله، قد يكون 3، لأن هنا بصيغة الجمع. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فالملائكة في اللغة العربية هما 3 وأكثر، يعني قد يكون 3 ملائكة أو 4 أو 5، وربما بالمئات لا نعلم، هذا أمر غيبي. هذه الملائكة عندما تأتي للمؤمن تأتي بصورة جميلة يحبها المؤمن، يقولون هذا مقعدك من الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا هم لا غم، لن يستطيع أحد أن يؤذيك بعد هذه اللحظة، سترتاح من هذه الدنيا التعيسة، هذه الدنيا المليئة بالهموم المليئة بالمشاكل، سوف تصعد روحك إلى رازق عليم حكيم كريم، رب كريم سبحانه وتعالى سيكرمك بهذه الجنة التي تراها أمامك. فتبدأ نفسه بالتشوق، يشتاق لهذه الجنة ويتمنى أن ماذا؟ أن يقترب أجله أكثر لكي يحظى بهذه الجنة ولا يعود إلى الدنيا التافهة. الكافر الملحد الذي دأب على أكل أموال الناس وإيذاء الناس وظلم الناس والاستكبار في الأرض، هذا الإنسان ما هو موقفه لحظة الموت؟ سوف تأتي الملائكة بأبشع صورة وتقول له هذا مقعدك من النار، يرى هذا المقعد والعياذ بالله من النار، فتنفر نفسه ويكره لقاء الله، لأن لقاء الله فيه عذاب بالنسبة له، يكره لقاء الله، ويريد ألا تخرج هذه النفس، يريد أن يبقى يحافظ على حياته ولكن لا يستطيع، فيبدأ لإخراج نفسه يبدأ بضربه على وجهه هنا وعلى من الخلف ومن الأمام، يضربون وجوههم وأدبارهم، الدبر هو الخلف، وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذا الضرب مؤلم جدا، مع أننا لا نرى أي علامات ضرب، نحن يعني الميت أو الملحد الذي يموت لا نرى عليه أي علامات ضرب
ولا آثار تعذيب مثلا. إذن هنا أيها الأحبة، الألم يحدث في منطقة الوجه نتيجة الضرب، ولكن هذا الألم للنفس، لأن هذا الجسد، سأعطيكم مثال بسيط، عندما تذهب لغرفة العمليات فيقوم بحقنك بمادة مخدرة من أجل إجراء العملية، ما الذي يحدث؟ هذه النفس تغادر الجسد مؤقتا، فلم يعد هناك أي إحساس، حتى لو قطعوا جزءا من أجزائك لا تشعر بشيء. ما الذي حدث أيها الأحباء؟ الذي حدث أن هذه المادة المخدرة أذهبت العقل، خدرت الجملة العصبية، لم يعد هناك أي إحساس لديك، وبالتالي فقدت الوعي ولم تعد تشعر بأي شيء. إذن هنا عندما تعود لوعيك بعد العملية، تبدأ يبدأ الإحساس بالألم، تبدأ بالإحساس بمكان العملية. قبل قليل كنت لا تشعر بشيء، ما الذي حدث؟ هذه النفس عادت للجسد تماما مثل النوم أيها الأحبة. خلال النوم تغادر النفس ثم تعود، فأثناء النوم أنت ترى نفسك تعذب، إذا رأيت أحد يضربك بالفعل تشعر بألم، شعور حقيقي، لأن النفس هي التي تتألم، النفس هي التي ترى هذا الحلم. طبعا الأحلام هي آية من آيات الله. فإذا أيها الأحبة، هذا الجسد يبقى يتألم حتى خروج النفس والروح منه. مجرد أن خرجت النفس وخرجت الروح لم يعد له أي قيمة، إلا أن الإسلام أكرم هذا الميت، أمر بتغسيله، بتعطيره، بإكرامه، بستر عورته، بحمله برفق، ودفنه برفق، وتوجيهه باتجاه القبلة وعلى الجانب الأيمن، الشق الأيمن، وقراءة القرآن والدعاء له، لأنه يسمع، الميت يستمع لما تقول، ولكن هو لا يستطيع أن يفعل أو يرد أو يفعل أي شيء، لأن النفس هي التي تتجاوب معك وليس الجسد. يعني الجملة العصبية هنا لم يعد لها أي قيمة، إلا أن النفس الموجودة التي خرجت طبعا، ولكن هذا الخروج لا تخرج مباشرة إلى السماء، يعني هناك تسلسل في العمليات، تبقى هذه النفس لفترة، يرى الميت كيف يغسل، يستمع لبكاء من حوله، لذلك المؤمن يتأذى ببكاء أهله، يعني يتأذى، يعني هو فرح، هو يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو فرح، فرح برزق الله، فرح بلقاء الله. فهذا الفرح أيها الأحبة يعكره بكاء هؤلاء الأهل، فيتأذى، يريدهم أن يفرحوا له ولكن هم يحزنون، ومنهم من يصرخ، منهم من يبكي بشدة. فلذلك أيها الأحبة، حتى طريقة البكاء على الميت ينبغي أن تكون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصرخ، لم يتكلم كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى، كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وما ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني عبارات تريح هذا الميت. لذلك الميت أيها الأحبة، أفضل شيء يريحه القرآن. يعني من إذا مات شخص لك، لا تجلس وتندب وتبكي وتصرخ وكذا وكذا، لا، إذا أردته أن يفرح ويستفيد منك اقرأ له القرآن، ادعو له، توجه بقلبك بإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، وادعو لهذا الشخص الميت، سيفرح هذا الميت بدعائك، وإذا تقبل الله هذا الدعاء سيكرم هذا الميت ببركة دعائك، لأننا نعلم أن الدعاء يستجاب إذا كان بإخلاص، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الخلاصة أيها الأحبة، الميت إذا تألم فإن النفس هي التي تتألم،
وإذا عذب في قبره أو بعد موته في عالم ما وراء البرزخ النفس هي التي تعذب، وإذا نعم وكرم أيضا النفس تنعم، ونعيما حقيقيا كأن جسده موجود، مع العلم أن الجسد فني ولكن ينعم وكأن هذا الجسد موجود تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا يوم الموت وأن نكون مثل ذلك المؤمن في سورة ياسين الذي قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.